طيب كواليس بقى الحصول على الكاس العظيم ده كانت عامله ازاي؟ استعديتوا ازاي للبطوله؟ واحنا كنا بنتكلم من شويه مع كابتن علاء ومع اختك، يعني هم من وجهه نظرهم كان المباراه الاصعب في البطوله دي كان ماتش الظهور. هل انتوا كلكم مجتمعين على ان احنا يعني كنا خسرانين في الاول، بعد كده يعني عوضنا. حكيت لنا هنا على كان في عكوسات، انتوا جبتوا بوينت واحده تقريبا ولا حاجه كده في الاول، قعدتوا فتره، ايه يعني ايه اللي حصل؟ فكان ده اللي حاصل في الشوط يعني الاول. كلنا خايفين او متوترين، يعني كلنا كنا يعني مش عارفين نعمل حاجه، مش عارفه يعني، مع ان هم يعني الزور كانوا خسروا من الجزيره واحنا كسبنا الجزيره فرق 20 بوينت. طب غريب قوي، فيعني المفروض يعني احنا نكسبهم فرق كبير، بس احنا بقى كنا لا، المفروض تبقوا نازلين كمان عندكم الى قدر كبير ثقه. هو بس كان في علينا اوفر لود، لان احنا كنا بنلعب ماتشات كتير ورا بعض ولعبنا ماتشات كتير ورا بعض، فاحنا خلاص كان اخر ماتش ده كلنا تعبانين كده. ولو كنا يعني لو كنا خسرنا كنا هنلعب لسه دوره ثلاثيه، هنلعب الثلاث فرق تاني، فيعني كان ده ستريس بقى علينا ان احنا عايزين نكسب قوي. فكان هو انت لازم تكسبه، فكان ضغط جامد، فخلانا ده مش عارفين نركز. انتوا لما بتيجوا بقى تتفرجوا على مباريات كره السله، هل يعني وخصوصا عالميا، يعني بتشوفوا مثلا الام بي اي، بتشوفوا دوريات الباسكت بول في اوروبا، هل بتتفرجوا على المرحله السنيه بتاعتكم؟ يعني بتشوفوا ماتشات مثلا الفرق اللي هي تحت 14 سنه، ولا بتبقوا يعني انترستد اكتر في ان انتوا تتفرجوا على الكبار؟ لا الكبار. كبار. طب مش الصح برضو ان انتوا تاخدوا فكره؟ ما احنا بناخد طبعا في مثلا بتبقى فيديوز، بس مش ماتش كامل مثلا. اوكي، طب وفي الكبار بتشجعوا مين؟ يعني عالميا بتحبوا انهي فرق؟ يعني مثلا في ال WNBA في كذا يعني فريق، يعني ناس يعني بنتحب نتفرج عليهم في WNBA. وانت يا شيخ خديجه؟ NBA مثلا ليكرز. هو الـ NBA اي ماتش فيه اي حد استمتعي وهتشوفي شويه مهارات فنيه وشويه ثلاثيات وشويه دنكات، حاجه عظيمه جدا.